السلام عليكم خوتي المغاربه اخواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناه مامون بيبي. خوتي اخواتاتي، غادي نهضر لكم على الدكتور تازي، الله ياخذ حقه. الدكتور تازي اللي اتهمته المافيا ديال اسماء زروال بجميع الاتهامات الخطيره، اللي هي اش غنقول لكم اخوتي، الله ياخذ حقه وصافي. دابا الوليدات ديالو راهم في واحد الحاله يرثى لها، الاسره ديالو تيبكي وتيطلبوا باش العفو الملكي. ايوا، حاكمه القصر الملكي اسماء زروال بنت الشاوش بوشعيب زروال وحبيبه الحديكي، يكفي باتش، يكفيهم الباتش ديالك، يكفيهم الباتش ديالك اللي تعرضوا ليه. بركة بركة، خلي الراجل يخرج من الحبس. بركة، راه وليداتو تيبكيو، راك ديتي الذنوب. بركة، يكفي، ياك دمرتيه، ياك شوهتيه، ياك حاولتي تخسري له السمعه ديالو. السمعه ديالو عمرها ما غتخسر، لان الناس عارفينو انسان شريف، كان تيدير العمليات الجراحيه مجانا للناس اللي محتاجين. هي واش غنقول لك اسماء زروال، يوم تسند الامور لغير اهلها فانتظروا الساعه. انتي من علامه الساعه الصغرى، خلي الراجل يخرج، يكفي، خلي الراجل يخرج. بركه، ولا بغيتي واحد 100 مليون يدوزها لك الكونت اللي عندك في الخارج، واحد من الملايين ديال الكونطات اللي عندك في الخارج، وما عندكش بسميتك، ما دايراش فلوس بسميتك، دايرها باسم الشركات دي سو تريتون. ودايره انت وخوك المافيا اللي با بعدها مافيا، وما تديريش سميتك. خوتي خواتاتي، خصكم تعرفوا واحد القضيه، اسمع، عندها الملايير والبلايير والتريليارات وكل شيء اللي يمكن تخيلوه ما تخيلوش ديال الاموال، وعندها داكشي مخبي سو دي زانفستيسمون في الخارج، وحتى حاجه ما في سميتها بصفه مباشره، كلشي دايراه سو فورم دانفستيسمون، ودايره اسماوات الشركات، ودايره هي وخوتها، بالخصوص هذاك خالد زروال خوا، دايرين بواحد الشكل اللي بحال دابا ملي تقبط ما غيلقى المغرب ما يسيزي والو، ودايره في سميات ديال وحدين ناس اخرين اللي هي ضابطاهم تحت يدها، ما يتحركوش. بحال نفسر لك، بحال دابا انا بغيت نشري اوطيل وتنحكم فيك وتنشري في سميتك، وانت ما غاديش تقدر تحرك، ودايره بيني وبينك الوراق باش الا وقعت لك شي حاجه هذاك غيرجع لي انا، ماشي لولادك انت او انتي، وانت تتخلص الضرائب وتتاخد غير شويه، واحد القدر صغير ديال بحال موظف، ولكن لوطير في سميتك وهو ديالها هي. هكا دايره الشركات ديال، عندها شركات ديال الطيران في الخارج، عندها قصور في الخارج، عندها الاموال في الخارج، عندها الذهب في الخارج، عندها لوطيلات في الخارج، عندها الشركه ديال الكيران في الخارج. عرفتي داكشي اللي عندها، داكشي اللي عندها ما يتحدش، ما يتحصاش، تيلمون داكشي كتير على محل، وحتى حاجه ما في سميتها هي بنفسها. ايوا اخوتي، هذه تعدات المافيا، شتي المافيا مازال يمكن لك تحصلهم، تتعرف شنو عندهم سمياتهم، اما هذه والو ما تعرفش شنو عندها. حتى النهار اللي دابز مع واحد من خوتها سكر مزيان، وناض بدا تيقول هاد الهضره على محل. اخوتي، لايكي والله يرحم لكم الفيديو، وديروا البارطاج، واللي دخل جديد يدير ابوني، يفعل الجرس باش توصلكم جميع الفيديوهات اللي تنحطو.
راه قريبا ان شاء الله اخوتي غادي نحط لكم فيديوهات اللي هي مهمه لشي حوايج اللي ما توقعتهمش واقعين وكاينين. والمهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.